عليكم لويزه ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. لويزه ديالي كما كتشوفوا ها هو اخيرا كمل القفطان، هذا هو الشكل النهائي اللي مخدوم بالتونسي اللي خدمته كوثر. هذه غزلان ماشي كوثر. ها هو الطريقه ديالو اللي ديجا شاركتها معكم، شفتوا؟ وبالنسبه لهذا الشمع غادي الزواقه غادي نخليكم تطبيق في صندوق الوصف غتلقاوه ان شاء الله. يلا خليكم مع الفيديو من البدايه كيفاش ركبنا الكانفا وكيفاش بدات حتى النهايه. يلا ما تنساونيش باللايك جيم. يلا شكرا غزلان بنات. المهم هذا عاوتاني غادي ندير معكم هذا قفطان ديال الدار، جلابه ولا قفطان بندوره يعني حنا كنقولوا قميص ديال الدار. غادي نخدموه بداك الزواقه وريها، غادي اللي خدمتها معكم مؤخرا غادي ديرها في الستر ديالها كما كتشوفوا. هذه اللي خدمتها معكم هي اللي غديرها في هذا اللون، هذا بحال بنوماري، وحتى الالوان تقريبا الالوان اللي خدمتها معكم هي اللي غديرهم جواري. بالنسبه يا غادي ندير ثلاثه الالوان صح. بالنسبه للكانفا هنايا كما كتشوفوا قطعنا 7 سنتيم والطول درنا 45 سنتيم، غتقطعوهم بجوج بحال بحال، وديك الساعه غادي نوريكم كيفاش غنلصقوها. المهم انا اليوم قلت لكم هاد الحصه هادي غير كيفاش نثبتوا الكانفا في الثوب، يعني بزاف ديال الاخوات اللي قالوا لي عفاكي ورينا. يلا راني غنبدا معكم، بقاو معايا. احنا بدينا البنات نسيت ما صورت، بدينا كنلصقوا الكانفا في الصدر ديال القفطان او القميص ديال الدار، درنا 2.5 سنتيم حيت غادي دير هي السفيفه 2.5 سنتيم. ملي كتشوفوا الا كان عندكم بحال هاد تقطع وسورجي يعني في الفتحه، لابد البنات خاصكم تبقاو يعني تاخذوا العبر شويه بشويه حيت كيكون تقطع عوج، باش ملي تخدموا الخدمه ديالكم فاش غادي ديروا عند المعلم يدير لكم السفيفه غتبان لكم واحد الملاحظه الرشمه عوجه. هذاك الشيء دابا كنهودوا يعني تقريبا ما كنبعدوش بيناتهم، كنديروا 2.5 سنتيم وكندير الفيلين 2.5 سنتيم وكندير الفيلين. هنا ها انتم لاحظوا ملاحظه، هنا كاينه 2.5 سنتيم، شوفوا هنا كاينه اكثر. اشنو كنديروا؟ كنحاول نجي من هاد الاتجاه حيت البنت خصها ضروري واحد اللي يشد لكم، حيت الثوبي كيكون مقطع وجه لابد يكون معاونه معكم. اشنو كنديروا؟ كنجي هنايا نحاول نرجع شي شويه هنا كما كتشوفوا، يعني كندفع هكا باش نحصل على 2.5 كما كتشوفوا. غادي ندير سنتيم وانتم غادي تشوفوا، يعني خاصني حط هيا 2.5 ضروري. هنا غندير فيليلات، حنا غاديين وغنديرو 2.5، شتو؟ يعني كنمشيو 2.5 هانتو 2.5، لابد يكون شي حد يعاونكم مي كيكون هتقطع هكا صافي. دابا غادي نحاول نقبطهم ونرجع معكم. هانتوما البنات كما كتشوفو ها هو الطريقة ديال التطبيق كما كتشوفو، كيخدينا كيليمن كيليسر يعني ساهلة. نفس لابار 2.5 سنتيم من هنا وهنا، وهنا جبناها مع الدوره ديال الكل، هي غتبدا الرشمه ديالها من هنايا. هذه بالنسبه للقمط يعني قفطان او قميص ما كنطلعوش الرشمه ديالنا الفوق، ماشي ضروري، هي بغاتها مع الدوره ديال العنق. كاين اللي كيبغيها يجيبها مع الكتاف ولكن كيكون واحد السنتيم بعيد تقريبا 7 سنتيم صافي. المهم هذا هو الرشمه ديال هذه الطريقه ديال اليوم، ونوريكم عاوتاني اشنو. المهم غادي تنشبها ومن بعد غادي نوريكم كيفاش الخدمه وكيفاش غتطلع صافي. يلا نخليكم دابا انتم البنات كما قلت لكم غنبقى ندير لكم مرحله مرحله فين كتوصل يعني الجلابه كيفاش نشبنا وكيفاش غادي دير الزواقه. هذه هي الزواقه اللي ديجا قلتها لكم، يا غير خدمي هكا وصافي، معليش خدمي على راحتك. هاي بالنسبه للبنات هذه هي اللي قلت لكم عليها في الاول، دابا راه كتخدم غتحسبي ثلاثة، حسبي واحد أو واحد ثلاثة، لا شوفي غتحسبي واحد جوج ثلاثة، من هاد ثلاثة غتمشي واحد جوج ثلاثة من لهيه وغتبداي من هنا، لا شوفي هافي غادي تجي هنا هادي هي هادي هاي طلعنا واحد جوج ثلاثة، من هاد ثلاثة حسبنا واحد جوج ثلاثة. هنا أشنو غنديرو؟ غادي نجيو نحسبو واحد جوج ثلاثة، ومن هنا غادي نرجعو واحد جوج ثلاثة، غادي تخرجيها هنا وغتهودي. المهم انا راه ضروري كنخدم معاهم هنا في النادي باش ما يكونش شي خطا، حيت لبسه ولا شي جلابه ديالها ولا شي كليانه يعني نكون انا حاضره حاضره ناضره ضروري. هاد الكلمه ديال حاضره ناضره ديال الملكه. المهم غنبقى ندير معاها بشويه بشويه ونبقى نصور لكم فين وصلت حتى تكملها ان شاء الله، وغنوريها لكم يعني المهم بشويه بشويه صافي. المهم غنخليها تكمل ان شاء الله. بالنسبه لهاد الزواقه راه ديجا خدمتها معكم راه في القناه،
بما انا كنوريكم اش كيديروا البنات في المركز. يلا الله يعاونك كاوتر ان شاء الله. من غادي تكملها ان شاء الله يعني الجهه ودير جهه اخرى غادي نصورها لكم حتى من غتكملها وتخيطها وغادي نوريها لكم. يلا انتم كما كتشوفوا المرحله اللي وصلت بها عاوتاني كاوتر هاد الشيء راح يدخل الكانفا صراحه جات زوينه هانتوما بحسب الضوء. الجهه الاخرى راه باقا في الكانفا يلا بدات كتفسخ والكمام دار كيهنا. هادو الكميمات الجناب هادو الجناب ديال الجلابه يعني الفتحه ديال الجناب دارت هكا. والجهه الاخرى راه هي كتخدم باقا خدامه بالمرمى يعني دارت في الصدر ودارت في الجناب. المهم هكا قلت لكم فين ما توصل نصور لكم باش تشوفوا. ومن غتكملها ان شاء الله غادي نوريها لكم فاش غتخيطها عند البرشمان غدير التفيفه. نتمنى تعجبكم. يلا السلام عليكم الويزات كي داير لاباس عليكم اش اخباركم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما وعدتكم دائما ملي غتكمل القفطان غادي نصور معكم. هذا هو الشكل القفطان اللي دارت معكم كوثر اللي بديت معكم من البدايه هانتوما غادي نوريكم. هذا هو الشكل النهائي. بزاف ديال الاخوات اللي عجبتهم هاد الزواقه وطلبوها هي هذه هانتوما كما كتشوفوا جات صراحه زوينه. غير واحد الملاحظه لاحظتها دائما كتكوني واخده العبار نتي كلشي مزيان ولكن الخياط كيدير لك الديفو. هانتوما لاحظتوا شتي ضروري الديفو كيدير لك الخياط يعني راه حنا هزينا بالسنتيم وكلشي ولكن هو هز واحد الشيها على الاخرى. جات شويه هادي هابطه وهادي طالعه شتو. المهم انا نوريكم الشكل ديال هاد الزواقه كيفاش جات مخدومه غير بالقيطان دايره القيطان ديال جوج لوان وقيطان سامبل وعدت القيطان جوج لوان وهبطاتها بالعين عقده نص الدوق. المهم هذا هو الشكل ديالها كيفاش جات وحتى الطلب بالكميمات هذه الكميمات. وبالنسبه لهاد الرشمه غادي نحط لكم في صندوق الوصف التطبيق ديالها غادي نحط لكم صندوق الوصف التطبيق ديال هاد الرشمه هذه باش تخدموها. وجات في تحت الجلايل الفتحه كما كنقولوا او جلايل حتى هي جايه من جهه من الامام ومن الوراء كيخلاتها كيفاش جات حيت راها طويله. راه هذا القفطان البنات بالحزام انا غندير لكم حتى الحزام وتشوفوا كيفاش جات شتو. كنقيسوا دائما على غزلان حتى من الجهه الاخرى عاوتاني ها كيفاش جات شتو. غادي خدمتها كالطه صافي ومخدومه كامله. وغادي تشوفوا حتى بالحزام حيت هي دايراها بالحزام وهذه هي غزلان خلاص بالنسبه للبنات هذا هو الحزام اللي دارت لي هي. انا بغيت نوريكم دارتو حيت هو دارتو قميص يعني قفطان او قميص بالحزام. دارت لي الحزام بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا دارت لي بالشوشه من هنايا وفي الوسط هو دارت لي هاد القبات هادو الوسطانيين خدومه من هذه ديال المعلم خلاص راكم كتعرفوا دفعت عند غير واحد ملاحظه البنات اللي راه بان لكم اللون ماشي اللون حيت مضوب. المهم كيما ملي تخدم تخدم اللون جانبي بالي مختلف من بعيد كيبان هو ولكن فاش كتقربي كيبان مختلف. المهم هذا هو الشكل ديالنا ديال القفطان. صحتك غزلان تبارك الله على مولاتها. المهم هذا هو الشكل النهائي. غادي نخلي لكم الطريق التطبيق ديال هاد الرشمه في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو ان شاء الله صافي. يلا نتمنى يعجبكم وما تنساونيش باللايك وخليو لي تعليق كيفاش جاتكم هاد الطريقه هكا يعني الشكل مختلف. الاخرى دارت جلابه وهي دارت قفطان. يلا نخليكم مع فيديو ان شاء الله اخر. بسلام.